هجيب بوله كبيره ونلبس الجوانتيات بتاعتنا. بسم الله. انا سيحت معلقه الزبده، سيحتها وشلتها بعيد عن النار تبرد. ومعايا كمان فحمه ولعه. شكرا يا شيف سعيد. صراحة يعني يا جماعة، بصراحة أنا كنت ناسيها، هو اللي فكرني. فالحق أحق أن يتبع، أن يقال يعني. شكرا. آدي صدور الفراخ المفرومة ناعم. ماشي، عندنا إيه تاني؟ عندنا شوية ورق بقدونس، يعني حوالي إيه معلقتين كده. ماشي، إيه كمان؟ معلقة صغيرة توم تطعم لي جدا جدا الكفتة. بعد كده كركم، ديها لون حلو، كاري طعم حلو جدا، قبل كده قلتلكم وهفضل اقول على طول الكاري مع اي نوع فراخ بيدي طعم في منتهى الجمال. عارفين لما تقول الحاجة ايه، الحاجة دي لايقة قوي، هو الكاري بيليق قوي مع الفراخ. فاضل ايه؟ معلقة زبدة. قد ايه خطيرة. بس يا ستي نشيل كل ده والفحمة اللي عندنا الولعة دي، وهنجيب بعد كده الملح والفلفل الاسود. اهم ادي الملح يا منار، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا سالة؟ ازيك يا احلى منار في الدنيا. انا اللي كلمت حضرتك امبارح. اهلا وسهلا بيكي يا قمر. عاملة ايه؟ الحمد لله كله تمام زي الفل. عاوزين نغطي ايدك. قولي لي يا حبيبتي يا منار، انا معاكي. بقولك تسلم ايدك، علمتي تعملي. تسلمي تسلمي يا قمر، اشكرك يا حبيبه قلبي، كتر خيرك. الف شكر يا منار، وكل سنه وانت طيبه. ندعك بقى كله في بعضه كده. بسم الله. بصوا لونها بقى، تاخد ال ال الصفار الحلو بتاع الكركم مع الكاري، وتاخد كمان لون كده حلو من ورق البقدونس اللي فيها، تطلع لك في الاخر كفته شهيه جدا. التوابل بتاعتها كاري وكركم وملح وفلفل اسود ومعلقه زبده سايحه وورق بقدونس، وخلاص نعمت معايا ومتماسكه جدا زي الفل. عايزه اديها طعم الشوي زي ما عملنا قبل كده يا جماعه في الكفته بتاعه اللحمه المفرومه لما اديناها طعم الفحم وهي نيه. الفراخ برضو هعمل فيها نفس الحكايه. ادي فحمه ولعه، الورقه سخنه مولعه، بسم الله كده، وهحط عليها شويه زيت وهغطي عليها واسيبها سيكه بس تتشرب من ريحه الفحم. على ما تتشرب هحضر لها بقى ازاي هلفها وازاي هسويها. دي ميه بصل، هحط على ميه البصل شويه زيت، ودي كده الخلطه اللي انا هحط ايديا فيها وانا بصبع الكفته. بعد كده عندي صينيه، بقى انا كده جهزت اللي هي الميه اللي هحتاج احط ايديا فيها. ادي صينيه، وهحط في الصينيه دي شويه ميه، بسم الله كده، يعني حوالي ربع الصينيه كده، وهحضر عيدان شيش طاووق. العيدان اهي معانا، حضرهم كده بس، ودي كده كفايه عليها قوي. بسم الله الله الله، عايزين نطفيها بقى على طول بشويه ميه. يا هاجر ازيك يا شفاء؟ ازيك يا هاجر، عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله كل سنه طيبه. انت طيبه يا حبيبه قلبي. كلمتك امبارح وتكلميني على طول وما تحسبيهمش علينا. أيوة يا هاجر. لا طبعا، ده انا عرفت السكه فخلاص بقى على طول. ايوه بقى يا عم، هو ده. ايوه بقى، انت حبيبتنا، ربنا يحميك يا رب. يا حبيبتي تفضلي من الافضل للافضل دايما. ربنا يخليكي يا هاجر، واسمع صوتك دايما. انا بقى لسه كنت قافله على اليوتيوب، كنت بتفرج على مكرونه بشاميل، ده فتحت لقيتك بتعمليها، قمت ضحكه بجد. ده انا كنت حاسه بينا. طبعا عندي والله يوم الجمعه. قشطه، حلوه قوي. هتعملي مكرونه بشاميل؟ ايوه انا منوعه اعملها، بس انا دلوقتي كنت عايزه احط جنبها ملوخيه خضراء وكده، فانا جبتها النهارده. احطها في الفريزر بقى ولا اعمل فيها ايه؟ هي ايه بقى ال انا جايبه ملوخيه دلوقتي والعزومه لسه يوم الجمعه. طب ليه جبتي الملوخيه بدري؟ طيب كنت خليها طازه احسن. ما بضمنش ظروف. طيب بصي يا حبيبتي، هتقطفيها
ماشي ماشي وتخرطيها وتحضري لها شويه شوربه دافيه وتحطيها في كيس وتحطي عليها شويه شوربه وتعمليها زي العجينه كده وتشيليها في الفريزر. زي ماشي. العجينه احط عليها شوربه قد ايه؟ يعني هو نص كيلو ملوخيه احط عليها نص كيلو إيه؟ حوالي معلقتين او ثلاث معالق بس، عايزاها عجينه تقيله. ماشي. تمسك في نفسها جامد يعني. تمسك في نفسها جامد بس. تمام. والكيس ما تخليش فيه هوا وتشيليها في الفريزر. يوم العزومه بقى لما تيجي تعمليها تبقي عامله حسابك تقللي الشوربه، لان انت كده كده حاطه شوربه عليها. تقللي الشوربه. عايزه اعملها بقى. طب قولي لي طريقه اعملها بقى زي المحلات بالظبط. انت ما شفتيش بقى كده حلقه امبارح؟ ده احنا امبارح كنا عاملين شويه ملوخيه. انا لو كنت مكلماكي امبارح شفتها. طيب. انا عايزه اعمليها بنفس الطريقه يعني. تمام. بنفس طريقه امبارح بالظبط، وهتدعي لي. طيب ان شاء الله. لا طبعا من غير حاجه، انا بدعي على طول من غير حاجه. ربنا يخليك. رقم تليفون حضرتك. حاضر يا حبيبتي ما تقفليش، محمد معاكي يديك الرقم. شايفين الكفته انا مخليها رفيعه عشان تستوي معايا بسرعه، ومصبعاها كده، والتبصيمه دي بتاعت صوابعي بالشكل ده، وعرفنا هنسويها ازاي. صينيه اهي مستطيله وفيها ميه، تحتيها ربعها كده ميه، وبرص عيدان الكفته عليها بس مش اكتر من كده. قولوا لي مين. وبحط ايديا في ميه البصل بالزيت، الزيت هيديها لون حلو جدا وبيخليها طريه معايا، رايحه وجايه معايا كده على السيخ او على الستيكس بتاعت عيدان الشيش طاووق كده زي ما انتم شايفين، بيخليها ناعمه جدا وبيطريها كمان، ما يخليهاش تنشف معاكي في الفرن. عندي كمان حاجه مهمه جدا، ما تخليهاش ابدا ابدا تنشف في الفرن، الميه اللي في الصينيه من تحت دي قد ايه بجد جميله الميه دي، يفضل البخار طالع ما تنشفش ابدا. يا منى. يا منى اهلا وسهلا. ازيك يا شيف هالة؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه بخير. الحمد لله دايما بخير يا رب. يا رب يخليك. كنت بسال سؤال بس يا شيف هالة بعد اذنك. تحت امرك اتفضلي. انا كده جايبه فرخه اللي هي كيلو و700 جرام. ماشي. كنت عايزاها شوي في الفرن على طول، ينفع؟ طبعا ينفع، ولو اكبر من كده كمان تنفع، مفيش مشكله خالص. هتشويها النهارده؟ ان شاء الله النهارده. هتشويها سليمه ولا عايزه تفتحيها؟ لا هتحشيها فريك. هتحشيها فريك. طيب بصي يا حبيبتي، هتشوحي الفريك على النار في بصله. تمام. ماشي كده. تمام. وبعد كده هتحطي عليه ملح وفلفل اسود، وتحطي عليه شويه ميه صغنطتين خالص يشربهم. وبعد كده ممكن بقى تحطي فلفل الوان عليه، ممكن تحطي كبد وقوانص بتاعت الفرخه زي ما يعجبك، تشوحيهم ببصله برضو وتحطيهم على الفريك، مفيش اي مشكله. تمام. وتحشي بيهم الفرخه بتاعتك. الفرخه ادهنها من بره بصلصه وزيت. صلصه وزيت وملح وفلفل اسود، ولو عندك روزميري وزعتر يبقى افضل. طيب ماشي؟ خلاص ماشي يا شيف. بس وما تسخني فويل ولا زي ما انا لسه جايلك اهو في الكلام. تسخني الفرن، لازم الفرخه لما تدخل الفرن الفرن يكون سخن جدا على اعلى درجه حراره، والفرخه ما تتغطاش. هي يا دوبك على ما تاخد لون الشوي الحلو من بره هتكون استوت وبقت زي العسل باذن الله. تمام ماشي يا شيف. شرفتيني شرفتيني يا حبيبتي. يا رب خليك يا شيف. تعيشي يا حبيبتي، مع الف سلامه، في رعايه الله. كده نجيبهم بقى كده شوية عشان نوسع لإخواتهم. كده كده عندي الفرن شغال على درجة حرارة متوسطة للمكرونة، فهروح على طول مدخلة الصينية دي كمان تستوي على طول. طبعا انتوا عارفين أصلا صدور الفراخ ما بتاخدش وقت خالص، وأنا عاملاها رفيعة وتحتيها المية اللي بتسخن دي، وتطلع لي عليها بخار المية تطريها وتسويها كمان، فما فيش حاجة عندي إن شاء الله هتاخد وقت. ده مع ده كده وخلصت خلاص وعملت الفطار بتاعي، وهندخل كمان على الوصفة اللي بعد كده برضو اللي تليق جدا مع فطاري النهاردة بإذن الله. شايفين لونها جميل ازاي؟ سباعي متوصي بيها ازاي؟ متشكرين يا سباعي والله. زي ما قلت لكم الكاري والكركم مدينها اللون مصفر كده حلو بسيط كده مع ورق البقدونس، غير انه بيديها طعم حلو بيديها كمان لون لذيذ كده لكفته الفراخ بتاعتنا. وزي ما قلت لكم بحط ايديا في ميه بصل، بصلايه ببشرها وبحط عليها شويه ملح، وبعد كده اصفيها بايديا تنزل لي ميتها، واروح واخده الميه وحاطه شويه زيت وحاطه ايديا فيها وشكرا على كده. النص كيلو بصوا عمل لي قد ايه؟ لو رفعتي عن كده يرميلك اكتر كمان، وما تقلقيش ان انت ترفعيها انها تنشف معاكي، الميه اللي في الصينيه عمرها ما تخلي الكفته ناشفه ابدا بالشكل ده كده. يا جماعه اهو
اخر سيخ كفته ده هيبقى رفيعي خالص بس ولا يهمني، مش هيجرى لها حاجه اهي بس. ويلا بينا على الفرن على طول. بعد اذنك يا شيف سيد ندخل بس الصينيه دي الفرن تستوي مع المكرونه. خلاص كده ادي صينيه الفراخ كمان بتاعتنا.